خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح كتاب الكلم الطيب لفضيلة الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كان مر معنا بالأمس ما يقوله من خرج من منزله، ما يقوله من خرج من منزله، وأورد رحمه الله الدعاء والذكر المأثور الذي يستحب للمسلم أن يقوله إذا خرج من منزله. ولما كان أشرف أمر يخرج إليه المرء من منزله هو الخروج إلى المساجد، عقد فصلا جديدا فيما يقوله إذا دخل المسجد، ولعل في هذا إشارة وتنبيها إلى أن أشرف أمر يخرج الإنسان إليه من بيته هو أن يخرج إلى المساجد التي هي بيوت الله عز وجل، والتي هي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله المساجد، وشر البلاد إلى الله الأسواق. فالمساجد أحب البلاد إلى الله وأحب البقاع إلى الله. قال العلماء: لأن المساجد فيها ذكر الله وتلاوة القرآن وإقام الصلاة ومجالس العلم إلى غير ذلك من الخيرات المتنوعة والأفضال المتعددة التي تتهيأ في المساجد. قالوا: وشر البقاع الأسواق، لأن الأسواق يكثر فيها اللغط وربما الكذب والغش والحيل والتصرفات السيئة وإلى غير ذلك من الأمور التي يبغضها الله سبحانه وتعالى. فالمساجد أحب البقاع إلى الله، أحب البقاع إلى الله، وهي أيضا حبيبة إلى عباده المؤمنين، فهي قرة عيونهم وأنس نفوسهم وبهجة صدورهم وموطن راحتهم. المؤمن يقر عينا وينعم ويطمئن إذا دخل في بيوت الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالمساجد لها شأنها ولها مكانتها ولها منزلتها، وهي كما قدمت أشرف شيء يخرج إليه المسلم. وإذا خرج من بيته قاصدا المسجد فإن ثمة آداب عديدة ينبغي أن يرعاها وأن يعنى بها وأن يحققها
في خروجه إلى المسجد وفي مشيه إليه وعند دخوله مع بابه وعند جلوسه فيه آداب يستصحبها المسلم ويعنى بها في ذهابه إلى المسجد. والمصنف رحمه الله لما كان كتابه كتاب أذكار وأدعية اقتصر في هذا الباب على ما يقوله من دخل المسجد ومن خرج من المسجد، وإلا هناك آداب كثيرة يستحب للمسلم أن يعتني بها إذا خرج من بيته إلى المسجد. يخرج متوضئا، وكما جاء أيضا في الحديث لا يشبك أصابعه، وكما أيضا جاء في الحديث الآخر لا يسعى سعيا وإنما يمشي مشيا، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم بالسكينة. فمن أدب الذهاب إلى المسجد أن يكون ذهابه إلى المسجد بسكينة. قال إذا أقيمت الصلاة، لأن الغالب أن العجلة والسرعة والسعي عندما تقام الصلاة، وإلا عدم العجلة والسعي مطلوب، سواء وقت الأذان أو قبله. من يمشي إلى المسجد يمشي بسكينة ووقار، بهدوء وطمأنينة. ويذكر الله عز وجل في طريقه إلى المسجد بالذكر المشروع أو بالدعاء المشروع، وهو في صحيح مسلم يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعظم لي نورا. يدعو بهذا الدعاء وهو في الطريق، والدعاء بهذا الدعاء العظيم المبارك في طريق المسجد هو في غاية المناسبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الصلاة أنها نور، قال: الصلاة نور. وفي الحديث الآخر الذي في المسند أن الصلاة ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف وأبي بن خلف، وهؤلاء صناديد الكفر وأعمدة الباطل، يحشر معهم يوم القيامة إذا كان مضيعا للصلاة غير محافظ عليها. الشاهد قوله: من حافظ عليها كانت له نورا، فالصلاة نور. ولهذا استحب لمن خرج إلى هذا النور أن يسأل الله النور في طريقه، وأن يكون سؤاله لله تبارك وتعالى النور سؤالا عاما بحيث أو سؤالا تفصيليا بحيث يشمل النور كل أجزائه وجميع أعضائه ويحيط به من كل جانب، أمامي خلفي عن يساري عن شمالي عن يميني من فوقي في قلبي في بصري، حتى جاء في بعض الروايات: واجعل في عصبي نورا وفي بشري نورا وفي شعري نورا، حتى يغشاه النور في كل أجزائه وجميع أعضائه، في الشعر والعصب والعروق وجميع أجزائه. فالدعاء بهذا الدعاء والمسلم في طريقه إلى المسجد في غاية المناسبة وتمام الموافقة، لأنه ذاهب إلى النور
إلى الصلاة التي هي نور، فمن المناسب وهو في الطريق أن يدعو بهذه الدعوات الثابتة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم إذا وصل إلى باب المسجد، استحب له أن يقدم قدمه اليمنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمن، فيقدم قدمه اليمنى عند دخوله إلى المسجد. ثم يأتي بالأذكار المأثورة في هذا الباب، وسيأتي إيرادها عند المصنف رحمه الله والكلام عليها. ثم إذا دخل المسجد يبادر إلى أداء تحية المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والصحيح أن هاتين الركعتين حتى في وقت النهي مثل بعد العصر أو بعد الفجر، إذا دخل المسجد وأراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد. ثم إذا جلس في المسجد يجلس متأدبا بآداب المسجد، ويشغل وقته فيه بما يقربه من الله عز وجل وينال به رحمته، لأنه قال: ويدخل مع باب المسجد وافتح لي أبواب رحمتك. وأبواب الرحمة يحتاج الإنسان معها إلى عمل وإلى تقرب وإلى حسن تعبد، حسن صلة بالله تبارك وتعالى وقيام بطاعته، فيعنى بذلك كله، ويعنى بالأعمال التي تدنيه من رحمة الله: تلاوة القرآن، ذكر الله تبارك وتعالى، الصلاة، حضور حلق العلم ومجالس الذكر، فإن شأنها عظيم ومكانتها جليلة. يعنى بذلك كله. كذلك يحتسب كل خطوة خطاها في سيره للمسجد وجلوسه فيه، يحتسب ذلك كله ثوابا عند الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. فكل ذلك يحتسبه عند الله عز وجل، يرجو به ثوابه، ويطمع في نواله، ويرجو رحمته، ويرجو تحقق سعادته في دنياه وأخراه. فهذه أمور وخيرات يكتسبها المسلم ويجنيها من اتيانه للمساجد، واعتياده للمجيء إليها، ومحافظته على الصلاة فيها، وجلوسه فيها ذاكرا تاليا، مصليا راكعا ساجدا. فهذه كلها أبواب خير عظيمة وأبواب بر مباركة. المصنف رحمه الله عقد فصلا يتعلق بالأذكار والدعوات التي يستحب للمسلم أن يقولها إذا دخل المسجد وإذا خرج منه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل في دخول المسجد والخروج منه. قال رحمه الله: اذكر عن أنس رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: بسم الله، اللهم صل على محمد،
وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد. قال المصنف رحمه الله: فصل في دخول المسجد والخروج منه، أي فيما يشرع للمسلم أن يقوله في دخوله للمسجد، وما يشرع للمسلم أن يقوله في خروجه من المسجد. فإن أنواعا من الأدعية والأذكار ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، فمن الحري بالمسلم أن يعرفها وأن يأتي بها في كل دخول وخروج لبيت الله، حتى ينال بركة هذه الدعوات وخيرات هذه الأذكار الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: يذكر عن أنس وغيره الحديث حديث حسن بما له من شاهد، حديث أنس سنده ضعيف كما نبه على ذلك المحقق، لكنه حسن لغيره لوجود ما يشهد له ويتقوى به، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال بسم الله، وهذا فيه مشروعية التسمية عند الدخول، عند دخول المسجد وكذلك عند الخروج منه. فقولك بسم الله عند دخولك المسجد أي بسم الله أدخل، وفي هذا استعانة بالله عز وجل وطلب عون وتوفيق منه عز وجل فيما جئت لأجله. وأنت جئت للمسجد لأغراض أهمها وأعظمها أداء الصلاة المكتوبة، ولا استطاعة لك على القيام بشيء من ذلك إلا إذا أعانك الله. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يرتجزون كما جاء في صحيح البخاري، يقولون: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا دخلت المسجد للصلاة ولطلب العلم ولقراءة القرآن ولذكر الله تبارك وتعالى تسمي، تقول بسم الله، وفي هذه التسمية طلب العون من الله عز وجل أن يبارك لك في هذا الدخول وأن يوفقك فيه وأن يحقق لك في دخولك هذا ما فيه سعادتك وفلاحك. قال: إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على محمد. يقول هذه الدعوة اللهم صلي على محمد، بل ويجمع معها السلام، يقول اللهم صلي وسلم على محمد كما سيأتي في الحديث الذي بعد، فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع بين الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم، فيجمع للنبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد بين الصلاة والسلام، فيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وقول المسلم فيما يتعلق بذكر النبي عليه الصلاة والسلام قولها صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم عليه، هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، فالصلاة دعاء له، والسلام طلب سلامة، وهذا من أسباب نيل شفاعته صلوات الله وسلامه عليه، الصلاة والسلام عليه، فهي من المؤمنين الدعاء، ومن الله تبارك وتعالى ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله على نبيه
صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة دعاء، وصلاة المؤمنين دعاء. قال يقول بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد. فإذا التسمية والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعتان عند الدخول وعند الخروج. وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.